ستكون وحيدا في أصعب أوقات حياتك. هذه الأوقات ستجعلك حكيما وناضجا وشجاعا. مهما فعلت للناس من خير فلن يتذكروا إلا أخطائك، فهي واحدة من أقوى الكلمات في الوجود. لا تكن ممن يرضي الناس، تمنى الأفضل، لكن استعد للأسوأ. للوصول إلى مكان ما عليك أن تترك شيئا خلفك. من الأفضل ترك الأمور في وقتها الصحيح، وإلا فسوف يتبقى لك الكثير من الندم والشكاوى. الناس يريدونك أن تنجح، ولكن ليس أكثر من أنفسهم. عندما تعمل من أجل حلم شخص آخر فإنك تضحي بحلمك أيضا. الأوقات السيئة هي في الواقع نعمة، لأنها توقظك على الأشياء الجيدة التي لم تنتبه إليها أبدا. بغض النظر عن مدى لطفك أو احترامك، سيظل بعض الأشخاص يتحدثون عنك بشكل سيء لكونك شخصا جيدا. إذا كنت توافق، ضع قلبا في التعليقات واضغط على زر المتابعة، لأن هذا الحساب مخصص لك.